بسم الله، هنا مركز أخبار بيم أريبيا. مع تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتوسع حتى وصلت الآن إلى صناعة البناء، سيتمكن الخبراء من محاكاة البناء على القمر ومن محاكاة باصات الإنقاذ داخل محطات الطاقة النووية. وعليكم التفاصيل. يتم إنشاء هذه القاعدة على القمر من خلال الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية البيم. ومع استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد يمكن للبنائين التخطيط بعناية كما لو أنهم يقفون على سطح القمر. ويمكن لهذه التقنية التي يطلق عليها البيم أو نمذجة معلومات البناء إعادة إنشاء نموذج لمحطات الطاقة النووية من أجل محاكاة عمليات الإنقاذ. إذا أخذنا نموذج ثلاثي الأبعاد الذي تم إنشاؤه بواسطة التقنية ودمجها مع برامج الإسقاط، يمكن إنشاء مساحة للواقع الافتراضي للتجربة العملية. ويمكن عمل النماذج للمباني وتوفير المعلومات اللازمة لفريق الإنقاذ وفريق الصيانة، وبهذا يمكننا تخفيض تكاليف الأخطاء في التصميم وفي الصيانة، ويمكننا تخفيض أخطاء البناء بنحو من 8% على أقل تقدير. ويمكننا استخدام هذه التقنية في الاستعداد والتأهب للكوارث، حيث يمكننا تقديم معلومات عن مدى الأضرار وكيف يمكننا التعامل مع المشاكل، كما أنها تفيدنا حتى أثناء